في التاريخ المغربي هناك العديد من قصص القوة والعنف، وتعتبر الأميرة زينانة من أشهر زوجات السلطان المولى إسماعيل، والتي عرفت بشخصية مقاتلة لا تهاب الخوف. في هذا التقرير التاريخي نتعرف على جوانب من شخصية الأميرة زينانة وعن أعمالها وقوتها كمحاربة وقاطعة للرؤوس، ونتعرف على أول رجل مغربي اسمه ميسي أوزو، والذي عارض تعدد الزوجات ورفض بشكل مطلق أن يتزوج السلطان أكثر من 4 زوجات. ما الذي وقع للرجل ميسي أوزو وما مصيره؟ ابقوا معنا، دعموا القناة واشتركوا فيها دعما لهذا المحتوى التاريخي والتحليلي. يفرض علينا التاريخ المغربي الوقوف والتساؤل أمام نموذج المولى إسماعيل، والذي ربط تاريخه بالنساء وربط عظمة المغرب بدهاء النساء، خصوصا عندما وضع أسس الدولة المغربية واستقرارها وعظمتها انطلاقا من قاعدة ابتدعها وأجمع المؤرخون جميعا على ثبوتها، وهي أن ضمان الاستقرار الوطني ينطلق من أن يتزوج الملك امرأة من كل قبيلة مغربية. ويضيف المؤرخ محمد برقاش امرأة من كل قبيلة في إطار البحث عن تحالفات ووسيلة من وسائل الاستقرار، إضافة إلى ما يهدى له من سبايا وأسارة زيادة في حدود الاستقرار، الشيء الذي عارضه زعيم بربري يسمى ميسي أوزو من قبيلة أيتعطة، وقد تم اعتقاله وتنظيم حفل لإعدامه. استدعي له الكاتب الفرنسي جابرييل كامب، والذي حضر ساعة وصول زوجة الملك زيدانة المتأصلة من قبيلة توات، والتي نزلت من منصتها لتقطع رأس المعارض، حيث يحكي الفرنسي الحاضر أنه عندما تم قطع رأس المعارض ميسي أوزو سقط الرأس في حوض المياه الكبير، حين أخذ لون المياه يميل إلى الحمرة من كثرة الدماء رأس المعارض المعدم. من بين زوجات السلطان إسماعيل والأكثر شهرة خناتة بنت بكار والأميرة الفتاكة قاطعة الرؤوس زيدانة وعائشة مباركة البربوشية وأم العز التباء وحليمة السفيانية، بالإضافة إلى عدد كبير من الجواري. لكن لماذا كان السلطان إسماعيل يكن لزيدانة مشاعر الحب والعشق رغم أنها كانت تفتك بالأعداء وتقطع الرؤوس دون رحمة؟ ذاك هو السؤال. كاتب آخر فرنسي يسمى بوسنو أنه شاهد زيدانة هاته وهي تركب عربة مذهبة ممسكة بسيف ومحزمة بالسهم، وهي محاطة بعدد من النساء يركبن الخيول، وقد اعترضها شخص أسود نزلت لتقطع رأسه، ليسمع فيما بعد أن زيدانة هذه فوجئت بعقاب القدر بقطع رأس ولدها مولاي أحمد، والذي كان مرشحا لخلافة أبيه إسماعيل. ليكتب المؤرخ أن عملية قطع الرؤوس خفت بعد أن حصل في البلاد استقرار في قطع الرؤوس، بعد أن استقرت البلاد ليتفرغ السلطان لشؤونه الخاصة، حتى خلف حسب المؤرخين 500 ولد وبنت. وعندما زار منطقة الصحراء سنة 1678 تعرف السلطان مولاي إسماعيل على العالم الصحراوي الكبير الشيخ بكار المغافري، والذي تزوج السلطان بابنته خناتة بكار، والتي قال عنها المؤرخ البريطاني جون ويندهوس أنها كانت قائدة عسكرية، رغم أن الكاتب أغنسوس شهد بأنه قرأ لها كتابات هامة نشرت في كتاب الإصابة لابن حجر. وفرح الكاتب البريطاني لأن السلطان تزوج بأم العز التي كلفها بالشؤون البريطانية
كما تزوج بعائشة بنت مبارك الرحمانية، وأسر في أحد المعارك بنتا إنجليزية تسمى جانيت، ففرض عليها الإسلام وسماها بلقيس على اسم ملكة سبأ ليسمع عن جمال ابنة الملك الفرنسي لويس الرابع عشر، والذي أمر سفيره بفرنسا بن عائشة أن يخطبه له لولا معارضة الملك الفرنسي الذي كان يسمع عن تعدد زوجات السلطان إسماعيل. وقد ورث عنه أولاده ميزة الزواج بالأجنبيات، وحتى حفيده السلطان محمد بن عبد الله تزوج بعد الضوية بسلطانة كورسيكية تسمى دافيا، عرب اسمها لتصبح الضاوية، والتي كتب عنها مؤرخون كثيرون أنها كانت ملكة المغرب بالفعل. وواحد من أولاد مولاي إسماعيل واسمه مولاي سليمان عاشق بنت سلطان طرابلس سيف النصر الكبير رئيس قبيلة الحنانشة، والذي أرسل ابنته مصحوبة بالأسطول الليبي ليستقبلها السلطان المغربي في شاطئ المغرب بالأسطول البحري المغربي. وواحد من أحفاد السلطان مولاي إسماعيل وهو عبد السلام بن محمد أطلق عليه المغاربة لقب سيدي حبيبي، تجدون ضريحه في مقبرة العلو بالرباط، لأنه كان متزوجا ب270 امرأة، كأنه كان ينافس أباه في الزواج. كتب عنه المؤرخ ابن زيدان بأنه عالي الهمة فقيها ونبيلا. لن تنتهي زيجات السلاطين المغاربة وزوجاتهم وكذلك الصراعات الخفية والمستترة ما دام الصراع محتدما على من يملك السلطة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.